العباقرة قادرون باختلاف الموسم الأول ومباراة مهمة جدا في المجموعة الرابعة، والفريق اللي هيكسب النهاردة هيوصل لدور الثمانية. والنتيجة السهم 50 نقطة، خوفه 45 نقطة، فرق 5 نقط، يعني أقل من سؤال. مباراة مش سهلة. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة. المعرفة 4 أسئلة: معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أسئلتنا هتعتمد على السرعة ليكم انتوا التمانية. ركزوا في المعلومات اللي هقولها علشان ممكن تساعد في الإجابة. معلومات عامة، والسؤال هو: وفقاً لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، إيميليو بالما هو أول شخص يولد بإحدى القارات، فما هي؟ سؤال غريب يا مؤمن. إجابتك أمريكا الجنوبية؟ طبعاً إجابة خاطئة. أنا لسه قايل لك يا مؤمن أصبر أقول لك معلومة. ده كان 7 يناير 1978. هم إجابة خاطئة. أنتوا غلطانين عشان ما سمعتوش مني المعلومات. 1978 ممكن تبقى إيه؟ القارة الوحيدة ممكن تبقى إيه؟ القارة القطبية الجنوبية. أكتر قارة بحبها. والدته نقلوها للقارة القطبية الجنوبية وهي حامل في الشهر السابع. ليه بقى؟ عشان كان في نزاع ما بين الأرجنتين وتشيلي وبريطانيا على المنطقة دي، فطبعا دي كانت محاولة ان الأرجنتين بتأكد انها صاحبة السيادة في المنطقة دي. رياضة، والسؤال هو: من هو أول لاعب مصري سجل سوبر هاتريك في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 1991؟ مؤمن. هاني رمزي. هاني رمزي مدافع، هيجيب سوبر هاتريك ازاي؟ خسارة يا مؤمن. إجابة خاطئة. فريق خوفه: حسام حسن. حسام حسن كان بيلعب مع نيو شاتل السويسري، ولعب ضد سيلتك الاسكتلندي وكسبوهم 5-1، وهو جاب 4 أهداف. إجابة صحيحة، هو حسام حسن فعلا. انت عارف يا مؤمن انت عملت ايه يا مؤمن؟ انت اديت فرصة لمحمد علي انه يفكر. صح، عادي. فاهم قصدي؟ يعني انت بتجاوب بسرعة غلط، فالفريق المنافس بيقعد يفكر. لا، لما بيفكر بيجاوب صح، بيخطف 10 نقط. 55 خوفه، 50 السهم. تكنولوجيا، والسؤال هو: إلى ماذا يرمز الحرف N في الاختصار WLAN، والذي يبدأ بـ Wireless Local Area Network؟ إجابة صحيحة، شبكة المنطقة المحلية اللاسلكية، الواي فاي نوع منها. برافو عليك يا ندى، نتورك هي الإجابة الصحيحة. النتيجة اتغيرت، خوفه 65، السهم 50. السؤال الرابع والأخير في الفقرة، قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 156 على 3 في 2 زائد 80 يساوي كام؟ 156 على 3 في 2 زائد 80. إسلام. 146. 146 إجابة خاطئة. سيد فتحي. 184. يا دكتور. 200. خلاص يا دكتور، بصلي يا دكتور، بصلي خلاص،
انا خدت منك الاجابه الاولى 184 ويا دكتور انقذتك من الغلط. اجابه صحيحه. هي 184. عايز تغير اجابتك ليه؟ حظك الحلو ان انا باخد الاجابه الاولى. هي 184 صح. السهم 60 خوفه 65. مباراة مش سهلة. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون، فقرة الفنون ست أسئلة: صورة وشخصية، سينما ومسرح، أغاني موسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. أول سؤال لفاطمة. مباراة حلوة جدا بس صعبة. صعبة جدا جدا برضو. طيب هيبقى عندنا صورة وهتقولي لي هي صورة مين. اتفقنا؟ صورة وشخصية. والسؤال هو: من هو الفنان في الصورة؟ أحمد مكي. طبعا بسعادة إجابة صحيحة. بتحب أحمد مكي؟ بتحبي له إيه؟ بحب مسلسل كبير جدا. الكبير قوي ده مسلسل عظيم، وأنا عايز أنتهز الفرصة وأشكر أحمد مكي عليه. خلاني أنا وولادي نقعد نتفرج عليه وإحنا مطمنين. بيقدم حاجة جميلة جدا، محتوى راقي وجميل ودمه خفيف. أحمد مكي بشكرك جدا جدا على العمل العظيم ده. غير ان هو عنده افلام كتير حلوه، ولكن الكبير قوي فيه ميزه ممكن نتفرج عليه مره واتنين وتلاته، يعني ما يتزهقش منه ابدا. عامل جزء كتير قوي، عامل اجزاء كتيره جدا. برافو عليك. بتحبي حزلقوم؟ هم دمهم خفيف، التلاته دمهم خفيف الحقيقه، وهو قادر يجسد التلات شخصيات بشكل عجيب. سبحان الله، بيقدر في وقت قليل يطلع من الشخصيه دي للشخصيه دي للشخصيه دي. دي موهبة مش عادية. ليك حق تحبيه، لأن أنا كمان بحبه جدا. 10 نقط. النتيجة 75 خوفه، السهم 60. محمد صلاح، موقفك مش سهل. 10 نقط مهمين جدا. جاهز؟ جاهز. صورة وشخصية. والسؤال هو: من هي الفنانة في الصورة؟ مين؟ ياسمين صبري. ياسمين صبري فعلا إجابة صحيحة. شكلك بتحب ياسمين صبري. بحبها عشان هي بتمثل شخصية حلوة. بتحبها عشان بتمثل كويس. جميل جدا، وهي أكيد فخورة ومبسوطة إن أنت عرفتها وإن أنت جاوبت على السؤال. برافو عليك يا محمد. 10 نقط. النتيجة اتغيرت، 70 فريق السهم، 75 خوفه. نحيي كلنا محمد صلاح وفاطمة طارق. فاطمة طارق ومحمد صلاح، اتفضل. دلوقتي عندنا سؤال ليكم انتوا التمانية، اعتمد على السرعة. سينما ومسرح. والسؤال هو: من هي الفنانة التي قامت بدور ندى في مسلسل ولي العهد؟ إسراء البرعي. هبة مجدي. يا إسراء، لا ده كانت مع حمادة هلال. أيوة ماشي، أنا موافق، مع حمادة هلال صح. وكانت معاها كمان لوسي بس وعلا غانم بس وياسر جلال وأدوارد. إجابة صحيحة إن شاء الله. إسراء البرعي. لا متأكد. إسراء البرعي متأكدة، وأنا كمان متأكد. إجابة صحيحة. السهم يتقدمنا 80 السهم، 75 خوفه. أغاني موسيقى. والسؤال هو: من هو مؤلف الموسيقى التصويرية لفيلم تيتو؟ مارينا. مستعجلة كده ليه؟
تعرفي لو الإجابة غلط؟ تعرفي لو الإجابة غلط أختك هتعمل فيك إيه؟ أختك أهي بصي، أختك حاطة دي على وشها، بصي مش عارفة تعمل إيه، أختك أعصابها باظت. إجابتك عمر خيرت. عمر خيرت يا مارينا، إجابة خاطئة. يلا خير. عشان تهدي أعصابك، سيناريو وحوار محمد حفظي وإخراج طارق العريان. مين بقى؟ ياسر عبد الرحمن. ياسر عبد الرحمن يا محمد يا علي، إجابة خاطئة. الموسيقار الموهوب جدا هشام نزيه. مؤمن هدي، مارينا تستعجل. لوحاته معالم، والسؤال هو شيشي هو من أعلى الجسور في قارة آسيا، ففي أي دولة يقع؟ على ارتفاع 270 متر، طول الجسر 1520 متر. هلا فكري إجابتك. الصين. هو أول ما نقول دولة آسيوية؟ لا بس حاسة من الاسم كده، يعني اسم الجسر يعني صيني. حاسة مش متأكدة، بس بنسبة حوالي 80%. الحلقة اللي فاتت برضو قلت الصين صح، بس أنا حاسة بنسبة 80% يعني. إجابة صحيحة. أول جسر متعدد الكابلات في العالم اتكلف 157 مليون استرليني، رقم مرعب ده، بتكلم على زمان كمان. 85 خوفه، السهم 80. السؤال اللي جاي سؤال سهل جدا ودمه خفيف وعايز حاجة واحدة بس، تركيز. اللي هيركز هيجاوب صح. اتفقنا؟ سرعة البديهة. والسؤال هو ما هو مجموع الأيام في الشهور الآتية؟ يناير، أغسطس، إبريل، ديسمبر، ومارس. يناير، أغسطس، إبريل، ديسمبر، مارس. إسراء البرعي. 153. إجابة خاطئة. في إجابة؟ لا مش هروس. مفيش إجابة. هي مش 153، هي 154. فرقت معايا عليهم. خسارة جدا، هارد لك. النتيجة في نهاية الفقرة 85 خوفه، 80 السهم. المباراة طبعا لسه في الملعب. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة ضربات الجزاء والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة قادرون باختلاف جمعوا 70 نقطة لفقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة بألف جنيه بما يساوي 70,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 165,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لإعداد المنتخبات الوطنية لاتحاد الإعاقات الذهنية المشاركة في بطولة العالم 2023 بفرنسا.